حبايبي صف أول متوسط، اليوم درسنا حل تمارين الأفعال الخمسة. عرفنا الأفعال الخمسة: كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. وعرفنا سميت بأنها أفعال خمسة لأنها تتكون من خمس صيغ: صيغتين منها للغائب واثنين للمخاطب وصيغة للمخاطبة المؤنثة. وعرفنا أن الضمائر اللي هي ألف الاثنين، واو الجماعة، وياء المخاطبة تعرب فاعل. نجي إلى حل التمارين. اختر من بين القوسين فعلا مضارعا مناسبا. النقطة الأولى: الأكل الكثير يفسد المعدة. ثانيا: يأكل الثعلب الدجاجة. ثالثا: المؤمن يكره القيل والقال. رابعا: صلة الرحم فراغ تطيل العمر. الصدق ينجي الإنسان. أما التمرين اللي بعده فعندي آية قرآنية مطلوب من عندي استخرج الافعال الخمسه المرفوعه فقط، نذكر علامه الرفع. علامه رفعها احنا متفقين هي ثبوت النون. افتطمعون، علامه الرفع ثبوت النون. يسمعون، ثبوت النون. يحرفونه، يحرفونه ثبوت النون. يعلمون، ايضا ثبوت النون. لماذا حذفت النون من اخر الفعل ان يؤمنوا؟ إذا تلاحظون أن يؤمنوا سبقت بأداة نصب، وإحنا عرفنا أن الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون، فجوابنا يكون لأنها منصوبة. التمرين الثالث: عندي قول للرسول وأيضا مطلوبين عندي. الأول: لماذا حذفت النون من آخر الأفعال التي كتبت باللون الأحمر؟ تعبدوه، تعتصموا، تناصحوا. ضعوا هنا الأفعال مسبوقة بأن، أن الناصبة. إذن الأفعال عندي هنا محذوفة النون لأنها سبقت بأداة نصب، والأفعال الخمسة إذا سبقت بأداة نصب فإنه تكون علامتها حذف النون. النقطة الثانية: هات الأفعال الخمسة من الفعلين يرضى ويكره. كل فعل راح أضيف لألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. يرضيان، ترضيان، يرضون، ترضون، ترضين. يكرهان، تكرهان، يكرهون، تكرهون، تكرهين. التمرين اللي بعده عندي هاي أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، يريد من عندي جملة مثل هذا المثال المطينيات. تقدرون تطبقون هاي كلها على هذا المثال: أنتما تحبان أبناء وطنكما، هاتان تحبان أبناء وطنهما، أنت تحبين أبناء وطنك، هؤلاء يحبون أبناء وطنهم، أنتم تحبون أبناء وطنكم. طبقنا هذه الأسماء والأسماء الجملة، طبقنا هاي أسماء الإشارة والضمائر بهاي الجملة. أما التمرين البعدها فيريد مني أرتب الجمل المبعثرة. عندي هاي الجملة مبعثرة راح أرتبها بحسب الموقع الإعرابي. نقطة الأولى: الطلاب لن ينالوا النجاح إلا بالاجتهاد. نقطة الثانية: المثقفون يقرؤون كتبا كثيرة. ثالثا: يا قادة العالم لا تستخفوا بحقوق الشعوب. يا قادة العالم لا تستخفوا بحقوق الشعوب. الوالدان يحرصان على تربية الأولاد. الشجرتان، أو عفوا تنمو شجرتان وتورقان. أما التمرين البعده فيريد مني، عندنا كلمة طبيب يريد أستبدلها بكلمة أطباء، بما أنه راح أغير طبيب مفرد والأطباء جمع، فراح أغير ال بالجملة باقي الجملة اللي يعني يريد مني عندي تغيير. مثلا عندي هاي يلاطف، هاي مختصة بالطبيب، يلاطف واحد، فأنا لازم أسويها جمع. شلون راح أضيف واو الجماعة؟ شلون راح أغيرها من أضيف واو الجماعة وهي مسبوقة بأن؟ إيش راح تصير؟ يجب على الأطباء أن يلاطفوا المرضى ويخففوا عنهم الآلام ببشره ويصفوا لهم الدواء النافع ولا يطمعوا في مالهم، ويساعدوا الفقراء بعلمهم ومالهم. انتهى درسنا اليوم. الدرس الجاي إن شاء الله هو في الخط والإملاء اللي هو ألف التفريق.